ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي، المكان الافضل لتعليم اساسيات صناعه المحتوى. لو ما عندكش امكانيات تبدا وشايف ان دي مشكله، احب اقول لك ان دي مش مشكله خالص. اهم حاجه يكون عندك محتوى وتعرف بس تستغل التليفون اللي في ايدك للخروج منه بافضل محتوى وافضل نتيجه. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ننشئ قناه يوتيوب من الصفر للاحتراف، وهعلمكم ازاي تعملوا مونتاج احترافي وتصوروا بطريقه احترافيه جدا، وكل ده من خلال موبايل. تابعوا معايا الشرح يا جماعه. بس قبل ما يبدا الشرح يا جماعة، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك دلوقتي ويفعل زر الجرس علشان يوصله فيديوهاتنا اول باول. ولو عجبك محتوى القناة بتاعتي وعجبك فيديو النهاردة ما تبخلش عليا بلايك. وهطلب منكم طلب يا جماعة، اول مرة اطلبه من ساعة ما بدأت على اليوتيوب، يا ريت يا جماعة نوصل الحلقة دي، لانه صدقوني بتعب الفترة دي في الفيديوهات جدا جدا، وانتوا اكيد بتلاحظوا من مونتاج لتصوير لصوت، فاكيد انتوا حاسين بالفرق. فيا ريت يا جماعة لو الحلقة عجبتكم، يا ريت توصلوا الحلقة دي لألف لايك علشان نشجع يا جماعة أعمل لكم فيديوهات كل يوم إن شاء الله. من غير مقدمات كتير، ريت يا جماعة تركزوا في فيديو النهاردة كويس جدا جدا، علشان إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة ده هيديك البداية للانطلاق في عالم اليوتيوب وصناعة المحتوى. ويلا بينا نبتدي الشرح. دلوقتي يا جماعة على شاشة الموبايل، وهوريكم دلوقتي ازاي نعمل قناة يوتيوب حتى لو انت ما عندكش ايميل، لحد ما يبقى عندك قناة وتبتدي ان انت تنزل عليها فيديوهات كمان، وفيديوهات احترافية ان شاء الله. هندخل كده يا جماعة على جوجل ونكتب جيميل او انشاء حساب جيميل، وندخل على اول واحدة. هنيجي نلاقي الاختيار ده انشاء حساب، هندوس عليه. هيجيب لي هنا الفيرست نيم واللاست نيم، هكتب له هنا جو تيوب مثلا. هاجي هنا اكتب جو تيوب 2000 مثلا. هيجي يقول لي هنا ان اليوزر نيم اللي انا اخترته ده مستخدم قبل كده، حتى لو قريته تحت ذات يوزر نيم استيكن، يعني اليوزر نيم ده مستخدم بالفعل قبل كده. فجايب لي هنا 3 اختيارات اختار منهم، فانا اختار اي اختيار من هنا مفيش مشكله. ولو انت عاوز تعدل برضو من اليوزر نيم بتاعك تكتبه وانت ودماغك، يعني مفيش برضو مشكله. هاجي هنا هكتب الباسورد بتاعي، هكرره هنا تاني وادوس هنا نيكست. هنا بيقول لي دخل رقم تليفونك، هنا بيقول لك ده اختياري انا مش هدخله عادي يعني، او لو عايز ادخله ادخله، انا ممكن ادخله مفيش مشكله. تمام، دخلت رقم تليفوني. هنا بيقول لي دخل ايميل جوجل، يعني ايميل هنا بيقول لي دخل جيميل علشان لو حصل مشكله او نسيت الباسورد او الحاجات دي كلها وعايز تسترجع ايميلك، او لو ايميلك حصل فيه مشكله تقدر تسترجعه من خلال الايميل اللي انت هتدخله دلوقتي. فلازم يا جماعه تدخلوا ايميل يكون شغال وانتوا بتستخدموه، علشان ده ريكفري للايميل ده اللي انت بتعمله جديد، علشان لو حصل فيه مشكله تقدر تسترجعه. تمام، انا دخلت الايميل بتاعي اهو، هنا شهر ميلادي، تمام، هنا اليوم، هنا السنه، تمام، هنا بختار اذا كان ميل او فيميل، تمام، وهنا يا جماعه بدوس نيكست. هنا بيجيب لي الشروط بتاعه جوجل، وانا مطالب ان انا اوافق على الشروط دي. تمام، هدوس اي اجري، انا موافق. خلاص، هنا بيقول لي ان هو عايز اسيف الايميل والباسورد على المتصفح، بقول له اه لان محدش بيمسك الموبايل غيري. تمام يا جماعه، انا كده عملت اول خطوه وهي انشاء حساب جيميل من خلال الموبايل. تمام، انا هنا هشوف بس الجيميل بتاعي ايه. طيب تمام، هاجي هنا على متصفح جوجل وادوس هنا، انا كده مدخل الايميل بتاعي، هقول له انا عايز اضيف ايميل تاني، جايب لي علامة جوجل هدوس عليها، طلب مني البصمة، هدخل الايميل بتاعي،
دخلت الايميل هنا بيطلب مني الباسورد، دخلت الباسورد وادوس نيكست. هنا هدوس يس اي ام اي اي اجري. تمام يا جماعة، انا كده سجلت في متصفح جوجل عندي هنا الجيميل الجديد بتاعي. لو جيت دخلت على اليوتيوب هنا وجيت عملت هنا، هلاقي الايميل اللي انا لسه عامله متسجل هنا على اليوتيوب. لو جيت دوست عليه تمام، فتح لي استخدام ان انا استخدم واشاهد فيديوهات اليوتيوب، مفيش مشكلة. ولكن انا هنا عايز اعمل قناة، انا كده ما عنديش قناة لحد دلوقتي. تمام، انا اول خطوة بعملها ان انا بعمل جيميل زي ما وريتكم وانتوا تابعتوا معايا في الشرح. ولكن انا دلوقتي خلاص خلصت اول خطوة هي صناعة الجيميل، وعايز انشئ قناة يوتيوب دلوقتي. هعمل ايه؟ هدوس هنا على الايكون دي، وهاجي هنا على كلمة يور شانل. هنا بيقول لي انت ما عندكش قناة، تمام، بدليل ان هو جايب لي هنا في المربع الازرق ده created channel. تمام، ولكن انا هنا عايز مثلا اسجلها ايه، تيست مثلا. عايز احنا دلوقتي بنعمل تيست، انا بشرح لكم تيست تيوب مثلا، ده يعني اي اسم انا عايزه. وادوس سيف. هنا لو انا عايز اضيف صورة، تمام، طبعا هوريكم ازاي دلوقتي تعملوا الصور، سواء كفر لليوتيوب او سواء صورة بروفايل. تمام، انا هنا مش هحط صور دلوقتي، انا بس بوريكم ازاي نكريت القناة. تمام، انا هنا يا جماعة كتبت اسم القناة، هدوس هنا كرييت شانل. كده بقى عندي قناة يوتيوب، الموضوع بسيط وسهل جدا. انا كده بقى عندي قناة يوتيوب واقدر انزل فيديوهات من ازاي. هاجي هدوس على علامة زائد اللي تحت دي وادوس ابلود فيديو، وابتدي ارفع اي فيديو من عندي من على الموبايل. طبعا لو انتم مجهزين فيديوهات فمن الخطوة دي تقدروا ترفعوا الفيديوهات على طول. تمام يا جماعة. طيب انا كده عملت الجيميل وعملت القناة. طب انا دلوقتي عايز اصور فيديو، اعمل ايه؟ بصوا يا جماعة، لازم تبقوا محضرين فيديو هادف وفيديو محترم، بمعنى اصح يبقى عندك محتوى عايز تقدمه. علشان تيجي تصور الحاجات دي بسيطة جدا، بتشوف ايه الموبايل اللي معاك، بتشوف الموبايل اللي معاك امكانياته ايه. تمام، انا الموبايل اللي معايا اللي انا بكلمكم منه وبشرح لكم عليه ده موبايل رينو 5، اوبو رينو 5. فبشوف امكانيات الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعي ايه بالظبط. تمام يا جماعة، بصوا معايا كده، هدوس على علامة الكاميرا. تمام، هاجي ادوس على السيتنج، وهاجي اشوف الموبايل ده بيصور بكواليتي ايه بالظبط. انا هنا الفيديو ريزوليوشن 4K 30 فريم في الثانية. تمام، هنا جايب لي 3 اختيارات 4K 1080 اللي هي ال HD العادية و 720. انا عايز اشوف انا عايز اصور بانهي جودة، والموبايل بتاعي امكانياته تسمح بايه بالظبط. فانا اعملها على ال 4K. تمام، السلو موشن عندي هنا، لو انا هصور مشهد سلو موشن ولا حاجة عامله على 1080 HD. تمام، فانا شايف انه انا مش محتاج اكتر من كده. تمام، هنا من فوق جايب لي الووتر مارك اللي هو لو انا عايز اكتب حاجة على شاشة الفيديو وانا بسجل. فكل الحاجات دي انا بظبط الاعدادات بمعنى اصح بتاع الموبايل بتاعي علشان اقدر اصور فيديو احترافي. تمام يا جماعة، وبعد كده باجي اصور الفيديو بتاعي. خلاص يا جماعة، انا كده صورت الفيديو بتاعي. افكركم برضو علشان تبقوا مركزين معايا، عملت جيميل من اول وجديد من خلال الموبايل، وعملت قناة على اليوتيوب من خلال الموبايل، ودلوقتي ظبطت اعدادات الموبايل بتاعي. تمام، الخطوة الرابعة اللي بعد كده ان انا اصور الفيديو بتاعي. خلاص كده دي الخطوة الرابعة، ويعتبر ان انا صورت الفيديو بتاعي. طب انا صورت الفيديو، ايه اللي ناقص بعد كده؟ الخطوة الخامسة انه انا اعمل مونتاج. طب اعمل مونتاج ازاي؟ وندخل يا جماعة على المرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة المونتاج. يعتبر ان انا صورت الفيديو بتاعي وعايز اعمل اديت على الفيديو ده،
هدخل على برنامج فيه فقط، والبرنامج ده يا جماعه برنامج كويس جدا، بيوفر لي كل اللي انا بحتاجه في المونتاج، سواء خطوط افكتات الترانزيشن اللي هي التحركات او التنقلات ما بين المقاطع الفيديو. بصراحه برنامج جميل جدا جدا، وانا بستخدم هنا النسخه المدفوعه مش النسخه الفري اللي موجوده على جوجل بلاي، لا انا معايا النسخه المدفوعه. ولو حد عايز يا جماعه يراسلني على الانستجرام او على الفيسبوك واديله الرابط بتاعها ان شاء الله. هنخش كده على البرنامج، هيفتح معايا البرنامج بالشكل ده. لو انتوا بتشوفوا الترندات بتاع التيك توك والكلام ده كله، هتلاقي هنا تمبلتس كتيرة جدا اقدر ان انا اعدي عليها واضيف الصور بتاعتي او اغير كمان الاغاني. برنامج بصراحة جميل جدا. انا علشان ما اطولش عليكم بس واخش في شرح المونتاج على طول، هدخل هنا على كلمة edit اللي تحت خالص على الشمال دي، هتظهر لي الواجهة البرنامج بالشكل ده. هدوس على create وهختار الفيديو اللي انا عايز اعمل عليه edit. هختار الفيديو ده مثلا، وبعد كده ظهر لي تحت هدوس next وظهر لي بالشكل ده. طبعا بتحرك كده بالشكل ده اشوف انا عايز اقطع منين والكلام ده كله. طب انا مثلا عايز اقطع من اول هنا، من اول مثلا ما انا هبدأ كلام، هدوس كده وبعد كده ادوس split، قطع معايا بقى الفيديو جزئين مش لاين واحد زي ما كان ظاهر عندي. انا عايز اقطع الجزء ده، بعلم عليه كده وبعد كده باجي هنا ادوس على ديليت، قطع معايا الجزء ده وبقيت من اول هنا. ثواني بس اوطي الصوت علشان بس ما يعني ما يعملش ازعاج اللي بيتفرج على الفيديو. لو حابب تعرف ازاي تنشئ حساب ادسنس. طيب انا كده خلصت تقطيع يعتبر في الفيديو وعايز اضيف كتابه، تمام. هاجي هنا من تحت على علامه التكست دي، تمام. هاجي هنا عايز اكتب ايه مثلا؟ يوميات جو ايفو، تمام يا جماعه. انا كده كتبت، بكتب هنا بدوس على دن وبشوف انا عاوز اغير الكلر مثلا، بدوس هنا عايز اخلي مثلا الكلر اصفر، عايز اعمل ستروك. الستروك ده يا جماعه اللي هو الحواف زي ما انتم شايفين كانت تظهر قدامكم على الشاشه، عايزها ابيض مثلا، تمام. طيب عايز اعمل شادو، الشادو ده اللي هو بيبقى تحت، تمام، بيظهر تحت الكلام. الاوباسيتي ده يا جماعه اللي هو الوضوح بتاع الكلام، زي ما انتم شايفين كده بقلل الكلام بيختفي شويه او الوضوح بتاعه بيقل شويه، بعلي الوضوح بتاعه بيبقى كويس جدا بالنسبه لي، تمام. لو انا عايز اغير الفونت، تمام، نوع الخط عايز اخليه كده او كده او كده، هنا بيديني انواع كتير جدا جدا من الخطوط اقدر ان انا استخدمها. انا شايف انه الخط ده مناسب جدا بالنسبه لي، تمام. هنا عاوز اضيف تاثير على الخط، انا شايف انه التاثير ده مثلا كويس او ده، تمام يا جماعه. بس حابب تعرف ازاي تنشئ هنا، لو حابب تعرف ازاي تمام، لو انا عايز الخط اسحبه مثلا اخليه هنا كده او اصغره او اكبره زي ما انتم شايفين، يمين شمال زي ما انتم شايفين كده. انا هنا تمام ظبطت الخط بتاعي وخليته كده. لو انا عايزه مثلا يظهر في وقت قصير على الفيديو، تمام يا جماعه، هجيبه هنا مثلا، يعني هيبتدي هنا عند العلامه الخضراء دي وينتهي هنا. طب انا لو عايزه يبقى على الفيديو كله، هجيبه هنا هفضل اسحبه 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 لحد ما يوصل معايا لاخر الفيديو، تمام يا جماعه. زي الفل كده، اتمنى يكون الشرح بسيط وانتوا فاهمين يعني. خلاص انا كده كتبت وظبطت الدنيا. طب لو انا عايز اضيف ستيكر، تمام، كل دي ستيكرات اقدر ان انا استخدمها في الفيديو بتاعي على حسب طبعا المشاهد اللي عندي، تمام. طيب ارجع كده، لو انا عايز اضيف موسيقى، هنا البرنامج بيتيح لي ميوزك كتير جدا جدا اقدر ان انا استخدمها، تمام. هنا بيقول لي اونلاين، دي الحاجات الموجودة اونلاين اقدر ان انا احملها من السهم ده، ادوس عليها يتحمل معايا. الداونلودد هنا لو انا محمل اصلا اغاني، هنا ان ديفايس
كل الاغاني اللي على تليفوني اصلا، فانا طبعا ما عنديش اغاني دلوقتي اقدر استخدمها، فممكن استخدم الاغاني دي بس اتاكد الاول ان هي ما فيش عليها حقوق طبع ونشر. وطبعا هنا في الخيارات اللي تحت دي بيضيف لي بقى هيب هوب، رومانتك، راب، روك، الحاجات دي كلها اقدر ان انا استخدم الموسيقى دي لو يعني هستخدمها في اي مقطع فيديو. لكن لو فيديو يوتيوب يا جماعه يا ريت نركز كويس جدا انه الاغاني دي ما يكونش عليها حقوق طبع ونشر. تمام، هرجع كده. تمام خلاص، انا لو مثلا عايز اضيف تاثير، تمام عايز اضيف تاثير مثلا لون، بلور، ستروك، الحاجات دي كلها مثلا ممكن استخدم ده. تمام، او ممكن استخدم، بصوا كل اللي عليه سهم ده يا جماعه كده انا ممكن اقدر استخدمه. تمام، على حسب برضو المشاهد اللي انا شغال عليها. الساوند افكت اقدر ان انا استخدم، يعني برضو دي ميزه كويسه اقدر ان انا استغلها في البرنامج ده، وهو ان انا ممكن اضيف افكتات مثلا صوت سقفه ماشي، صوت ولاعه، صوت بوتاجاز، صوت ميه، على حسب المشاهد اللي عندي. يعني دلوقتي يا جماعه البرامج دي بتوفر لي حاجات كتيره جدا جدا اقدر اطلع من خلالها فيديو احترافي قوي، بس طبعا على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه وتقدر تضيف ايه يزيد من جمال الفيديو بتاعك. تمام، واللي بيتفرج عليه ما يحسش ان انت عامله من خلال موبايل ولا حاجه، ده ممكن يقول لك انت عامله بافضل برنامج مونتاج من خلال لابتوب او كمبيوتر كمان. تمام، فدي ميزه كويسه قوي اقدر ان انا استغلها. وطبعا هنا الباك جراوند لو انا عايز اضيف خلفيه، ازيل الخلفيه اللي انا قاعد عليها، وهكذا. يا جماعه انا شايف ان البرنامج ده من افضل برامج المونتاج اللي ممكن تشتغل عليها في حياتك. تمام، انا بس هقص من الفيديو ده علشان خاطر ما ياخدش من الوقت بتاعنا. تمام يا جماعه، انا يعتبر كده خلصت الفيديو بتاعي. هاجي هنا على اكسبورت اللي فوق دي، ادوس عليها، هنا بيجيب لي كذا جوده للفيديو بتاعي. طب انا عايز الجوده 2K ولا 4K الترا ولا 1080 فول اتش دي ولا 720، على حسب الجوده اللي انا عايزها. فانا دلوقتي عشان مثلا الفيديو ينجز معانا يعني هعمله 720. هنا بيعد معايا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بسرعه، الفيديو بتاعي كده بينزل على الجهاز سبميت، وكده الفيديو يا جماعة نزل عندي على المتجر بتاع الفيديوهات. لو حابب تعرف ازاي تنشئ حساب ادسنس بطريقة صحيحة كده يا جماعة بالكلام اللي انا كنت كاتبه، يوميات جو ايفول على جنب تحت خالص دي. تمام، ده كده يا جماعة الفيديو بتاعي، وبكده ابقى انا خلصت الفيديو، ومش ناقص غير ان انا ارفعه على قناتي على اليوتيوب. والفيديو يا جماعة اللي احنا عملناه اخر فيديو على القناة هنا هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، خشوا اتفرجوا عليه، وهو طريقة عمل صورة مصغرة لقناة اليوتيوب، صورة احترافية على حسب برضو المحتوى اللي انت بتقدمه. برنامج كانفا، برنامج محترم جدا جدا، وان شاء الله هنشرح لكم كل حاجة فيه بالتفصيل، ولكن على مراحل علشان بس تقدر تفهم كل حاجة فيه كويس جدا. تابعونا يا جماعة، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا فيديوهاتنا اول باول. وما تنسوش يا جماعه دعمنا بلايك لو الفيديو عجبك، عشان اللايك ده بيفرق معانا جدا جدا. وزي ما قلت لكم كده في اول الفيديو، عاوزين نوصل الحلقه دي ل1000 لايك علشان تشجعونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات وشروحات حلوه الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا، واستنوا فيديوهات تانية، واشوفكم دايما بخير.